خمس دقائق من النحت الخالص هو عنوان المعرض الجديد للفنان البريطاني أنتوني ماكول الذي أقيم في برلين. ماكول اختار هذه المرة النحت على المناطق المظلمة من الصوت ليدخل الزوار في دوامة من سبع منحوتات صوتية تتحرك ببطء شديد. بطء هذه الأعمال يجعلها مختلفة ومتميزة. يمكنك قضاء وقت طويل وأنت تحدق فيها وهي آخذة في التحول، تراها تتحرك بدقة وببطء كبير. بعض الخبراء اعتبروا هذه التحف تعبيراً عن الحرية والحياة الحديثة وعن السياسة المعاصرة، لكن ماكول لم يرد الكشف عن خفاياها. أنجزت هذه الأعمال لأمتع الجمهور لا أكثر ولا أقل، فلا تسألونني إذن عن معانيها. هذا المعرض يقام في متحف هامبورغر باهنهوف ببرلين إلى غاية 12 آب أغسطس المقبل.